البيضاء في هذه اللحظات. فتحت البوابات واندفعت الافراس المنتجه محليا عمر السنتين على مسافه 1200 متر في شوطنا الثاني، ثاني الاشواط في الحفل التاسع عشر على بركه الله. كما تشاهدون الان الاندفاع لرقم اثنين ظبي الحماد، وكذلك مشكات تخطف المركز الاول في هذا الشوط، وتراجع لظبي الحماد المركز الثاني مع محاولات ومطارده وملاحقه ايضا لرقم سته قنوات من الخارج. كذلك اشاهد الذاعه في المركز الرابع في هذه اللحظات، وايضا الدخول للاح براقه في المركز الخامس بمحاولات ايضا للسيطره من الخياله في هذه اللحظه على الخيل، ومحاوله ايضا التقدم لاستحثاث مشكات في المركز الاول ظبي الحماد المركز الثاني. وكذلك اشاهد ايضا للذاعه تاتي محاولات كذلك لرقم سته قنوات المنعطف في الاخير بدايه الخط المستقيم ظبي الحماد. ظبي الحماد الاحمر يضرب بقوه ايضا في هذا الشوط مع ظبي الحماد. ظبي الحماد لسمو الامير فيصل سلام خالد بن عبد العزيز ما شاء الله تبارك الله مع ادي كاسترو، وايضا فهد بن سعد في المركز الاول بكل قوه. الاحمر يضرب بقوه باسماء كبيره جدا في سباقات الفروسيه السعوديه. ظبي الحماد المركز الاول بكل قوه، ابن شيف هافوك ولوم شاستتي. اذا ما شاء الله تبارك الله مستوى متميز لظبي الحماد.